الصديق العزيز والإعلام الكبير كابتن أحمد شوبير. كابتن شوبير مساء الخير. أستاذ إبراهيم مساء النور، أهلا وسهلا بيك، بمست عليك وبحييك وبحيي ضيوفك الكرام أستاذ محمد الزرقاني اللي منورك ومنورنا، والأستاذ الصديق العزيز أيضا على إسماعيل اللي منور الناس كلها ومنور الدنيا كلها. أهلا بيكم. أهلا بيك كابتن شوبير. أنت بتنام على آخر الأخبار وبتصحى على أحداثها برضو. صحيح صحيح. فما ينفعش نسيبك تنام على خبر يعني. قل لي لأن أنت لو صحيت على خبر الناس كلها بتعرفه. كل واحد ينام على الخبر اللي ريحه. اللي ريحه. طيب. عايزين ننيم الناس على خبر يريحها. هقول لك على خبر. انتخابات الأهلي والزمالك هتتعمل ولا لا؟ طب ما تخلي ده نحل بيه في الاخر ينفع ولا؟ طيب ماشي. طيب انا بس الحقيقه انا بأي ضيوفك الكرام عايز اتكلم في اكتر نقطه قالوها يعني عايز اتكلم مثلا في نقطه محمد يوسف واحمد حسام ميدو اللي اتكلم عليها الاستاذ الزرقاني، واعتقد قربت ممتاز يعني، لانه يوسف لحد 3 شهور كان هو البطل في مصر. صحيح. النادي الاهلي الان مع يعني شويه اهتزاز النتائج بقت القصة في مدرب، وقصة انه مدرب مستوى ضعيف، وده امر مستغرب جدا يعني. صحيح. يعني يوسف ده تعمل له تمثال على الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها. بالظبط. ومع ذلك مازال محافظ على كيانه داخل المجموعة على الاقل يعني، وما عندوش مشكلة انه هيصل الى المربع الذهبي حتى لو مش بمجهوده وبمجهود المقاولين اللي بيضيع نقاط سهلة جدا زي ما حصل النهاردة امام الانتاج الحربي يعني. تجربة ميدو انا مش عايز استعجل في الحكم عليها، انا حابب ميدو جدا وحابب انه ينجح، لكن متخوف قوي من كتر ظهوره في القنوات والبرامج واللقاءات بقت زيادة عن اللازم. وهو ميدو كمان يا عيني حابب القصة اللي هو فيها، فبدأ يقول كلام اتمنى انه يراجع نفسه فيه، محدش قدر يفرض اسلوبه في وقت مبكر زيي، انا بلعب كل ماتش بطريقة، انا كلام هيحسب عليه في الاخر، لانه حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ما لعبش مباراة قوية. صحيح. بتمنى انه يهدى شوية لان الجماهير كمان هتبقى امالها وطموحاتها هتبقى فيه اكبر من اللازم. وهو ميدو عنده افكار وعنده تجارب طيبة ممكن يأديها لنادي الزمالك، لكن كلنا الحقيقة نسينا مدرب اسمه حمادة صدق. يعني حمادة صدق اللي عمله مع سموحة ده يعني يشبه المعجزة. صحيح. يعني حمادة صدق لم يخسر الا من النادي الاهلي، وتعادل في اللحظات الاخيره مع الاتحاد السكندري بعد ما كان كسبان وكان على وشك الفوز ب3 نقاط. والنهارده بيكسب انبي هنا في القاهره. يعني اعتقد انه ده امر جميل، وده كمان يتحسب له انه كان ممكن يبقى مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب لكنه رفض، قال لك اقوم بدور الرجل الاول بقى، انا بقى عندي 50 سنه، فاصبح من العيب ان انا اكمل كرجل ثاني وانا في السن ده. فتصور انه بقى سموحه فريق ليه شكل وطعم ولون، وبالتالي حمادة صدقي يستحق التحيه يعني. تمام. النقطه كمان انت كنت بتكلم فيها اللي هي الجمهور، استاذ علاء كان بيتكلم على الجمهور وعوده الجماهير الى الملاعب، وتصور ان دي حمله لازم يقوم بها الاعلام، بس بشرط انه الجمهور لما يرجع يبقى جمهور كره قدم، مش جمهور تهريج، ومش جمهور يقول لك الملعب لينا واحنا ما بندفعش تذاكر وما بندفعش فلوس، لانه صحيح. لما تشوف المباراه الاخيره للزمالك ولما تعرف الايراد يعني 7000 جنيه والمفروض المفروض اللي رسميا اللي يحضروا 10000، واللي كان في الملعب حوالي لو جبت الصوره هتلاقي في الملعب حوالي مثلا 17000 18000 يعني، وفي الاخر الايراد 7000 جنيه. لو كل 2 دخلوا بتذكره يعني التذكره بنص جنيه يبقى حرام. اعتقد انه طالبين من الانديه فوق طاقتها يعني، والانديه بتعمل كل حاجه ومع ذلك مش عايزين يرحموها وبيحاسبوها ليه ما اشترتش لعيبه وليه ما جابتش، لكنه كيفيه عوده الجمهور الملتزم والمنضبط. انا كنت اتفرج على كل مباريات الدوري الانجليزي النهارده اسبوعين، شيء في غايه الامتاع يعني. الارسنال بيلعب مع المان يونايتد، ليفربول بيلعب مع فولها مكسبان في الدقيقه الاخيره وخارج ملعبه، والجمهور التزام ما بعد التزام، وجون بينالتي في الدقيقه الاخيره امام فولها من الاخير اللي بيصارع عشان نقطه، ومع ذلك الراجل حتى ما شوحش بايده للحكم في اللقاء. نقطة بس أخيرة بس قبل ما أقولك اللي أنت عايز توصل له يعني، إنه كان في منتخب تنس الطاولة أدي جمهور الزمالك ده كله، ده كل ده جاب 7000 جنيه. جاب 7000. الشماريخ لوحدها جابت أكثر من 7000 جنيه. صحيح. صحيح. يعني الشماريخ اللي في الملعب والصواريخ اللي في الملعب أكثر من 7000 جنيه. أكثر من كده. معقولة كل دول وعاملين الدخلة ومرتبينها و و و و يعني ما هنش عليهم 3 جنيه ولا 5 جنيه حق التذكرة النادي الزمالك، وبعد كده تقول لي أنت ما بتجيبش لعيبة ليه؟ طب هيجيبوا منين الفلوس؟ صحيح يعني عشان يدخلوا يعني. كان في منتخب تنس الطاولة الحقيقة أستاذ إبراهيم مسافر عنده دورة في كوريا ودورة في قطر. أيوه.
وانت عارف الالعاب الفرديه دي الدورات دي عامله زي بتاعه التنس، بتزود لك الترتيب طبعا، تصنيفه بيزيد طبعا، تصنيفك بيزيد، فلما بتيجي في بطوله مثلا زي بطوله العالم فتصنيفك بيبقى في الاوائل، فبتلعب على من 1 ل 20 احسن ما بتلعب من ال 24 لل 64 يعني. صحيح. فتبقى داخل بطوله العالم ضامن 20 مركز من المراكز الاولى. فالحقيقه الوزير رفض يمضي القرار الوزاري بتاع سفر البعثه للكويت وقطر، وحد ابن حلال وزير تاني ابن حلال ساعد في الموضوع وسفروهم للامانه يعني، وهم دلوقتي قاعدين في شقق في الكويت عند مدربين مصريين هناك، قاعدين في شقق في الكويت عند مدربين مصريين هناك. ده عقابا لعلاء مشرف رئيس الاتحاد، عقابا لعلاء مشرف رئيس الاتحاد، وللاسف على موقفه المساند مع خالد زين. مش مع خالد زين، هو مساند مع المنتخب الاولمبي. صحيح صحيح يعني، لا هو ما بيساندش خالد زين بس عشان تبقى القصه واضحه، لكنه الرياضه المصريه مالها، وده مش اول بقت اللجنه الاولمبيه كمان جبهات. في عقاب على المصارعه، وفي عقاب على التايكوندو، وفي عقاب على الخماسي الحديث، وفي عقاب على العاب القوه. واللي معايا انا هديله، واللي معايا اللي مش معايا مش هديله، وماشيه بالشكل ده. وهفتش حضرتك اتفضل، وهفتش. واحنا شفنا لجنه تفتيش لاتحاد التجديف، وانا قلت ده دور رقابي لازم يفعل على الجميع، لكن ما يبقاش فيه لا تلكيك ولا يبقى فيه تحامل ويسر على الجميع بمسطره واحده يعني. يا استاذ ابراهيم دلوقتي بيقول لك قرار سفر الزمالك للعراق، سفر الزمالك للعراق ده طالع بقرار رسمي وقرار وزاري، والراجل سافر وطلع وراح لعب هناك ولقى يعني لقى استقبال رائع جدا هناك. لما رجعوا قال لك ده كان عليه حظر، مش عارف الملعب عليه حظر، الدنيا قامت وما عادش الوزاره اللي مطلعه، الوزاره اللي مديها التصريح. ما علينا. صحيح. اجي اقول لك بقى النهارده الحقيقه انا بمناسبه الفيفا والحظر بقى، كان في اجتماع للجنه القانونيه في الفيفا لبحث طلب النادي الاهلي، عندك معلومه ايه اللي تم فيها؟ بص يا استاذ ابراهيم، الجواب احنا ما بنعرفش نقرا للاسف الشديد. الجواب اللي جالك قال لك كده، لو سمحت خد لي قرار ورد عليا قبل 5 فبراير، والا هضطر ارفع الامر الى اللجنه القانونيه. بالزبط. لازم الناس تعرف تقرا، الناس ما بتعرفش تقرا. صحيح صحيح. لو حضرتك ما خدتليش قرار وبلغتني، انا هرفع الامر للجنه القانونيه، والكلام ده في موعد اقصى 5 فبراير. لا ده حدد لك كمان، قال لك اللجنه القانونيه هتتخذ مواقف ربما يكون منها تجميد النشاط. اذا ما جاليش رد قبل 5 فبراير. الرد اللي طلع من اتحاد الكوره الى الفيفا ادان وزاره الرياضه. الرد اللي طلع اللي منشور على المواقع اللي حضرتك قريته النهارده وامبارح، واللي اخيرا اتسرب واللي موجود عندنا نسخه منه من زمان، بس الناس قالوا علينا ما نطلعهاش، قال لك عشان خاطرنا ما تطلعهاش، مع انه جالنا من اكثر من 4 مصادر واحترمنا ان احنا ما نطلعهاش. يعني ادان وزاره الرياضه واكد ان هناك تدخل من وزاره الرياضه، وان هناك تعيين لبعض من مجالس الاداره. ببساطه شديده يا استاذ ابراهيم واستاذ زرقاني واستاذ علاء، يمكن انا ما بفهمش الناس تقول، لانه النهارده في احدى الصحف قال لك الحمد لله وخلاص، والفيفا تجاهل واتحاد الكوره تنفس استعضاء. تنفس استعضاء ازاي؟ وجبت الخبر حضرتك منين؟ زي بالظبط لما رجع الوفد من سويسرا قال لك الحمد لله واقتنعوا بوجهه نظرنا واحنا خلاص واحنا اللي نجحنا وخدنا مهله، طلع الكلام كله كذب في كذب يا استاذ ابراهيم، وده احنا بنعاني الامر. انا هقول لك حاجه ثانيه بس عشان تعرف الناس دي لا فاهمه ولا عارفه ولا عايزه تحل. انه اللجنه الاولمبيه الدوليه لما بعتت الخطاب اللي قال لك برضه الحمد لله وانتصر للوائحنا، وجبنا الخطاب وترجمناه وقلنا لهم يا جماعه ده اللجنه الاولمبيه بتؤكد على خطاباتها اللي في شهر 8 واللي في سنه 2008 واللي في 14/6 واللي في 30/8، يا جماعه ده بتاكد بدليل انه اللجنه الاولمبيه الدوليه بعتت قالت لك يا استاذ ابراهيم، قالت لك نحن ندعو الى كونفرنس ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية عشان نوضح إذا كان في غموض أي حاجة ملتبسة، مش كده برضو؟ اللجنة الأولمبية المصرية قالت لك على الرحب والسعة، واللجنة الأولمبية الدولية قالت لك أنا اللي بدعو. مين اللي رفض هذا الكونفرنس يا أستاذ إبراهيم؟ الوزارة، وزارة الرياضة المصرية. الناس ما بتعرفش تقرأ، الناس بتنسى، ذاكرتها ضعيفة، أو في ناس متخيلة إن الناس جهلة في مصر وداخلين في قصة الاستقوى بالخارج وبالغير الخارج. بص يا أستاذ إبراهيم من الآخر أهو، إحنا النهاردة إيه؟ الأربعة. في الدورة الأولمبية شغالة في سوتشي دلوقتي في روسيا. أيوه أيوه. طالما الفيفا اجتمع، طالما اللجنة القانونية اجتمعت وبحثت الموضوع، تأكد إنه في قرار. تأكد إنه في قرار. أيوه يا سيدي الفضل، هم اجتمعوا ليه؟ وقال لك لو ما جبتليش، ما ردتش عليا،
رد مقنع قبل يوم 5 فبراير انا ساضطر لاحاله هذا الامر الى اللجنه القانونيه. طالما اللجنه القانونيه حطت الملف بتاع مصر عندها اذن في قرار. يطلع امتى القرار بقى؟ ممكن تنتظره بكره، ممكن تنتظره كمان 3 ايام، ممكن تنتظره كمان 4 ايام او 5 ايام. ازيدك بقى من الشعر بيت بقى. ايه هو القرار المنتظر؟ ايوه مش هيبقى ايقاف مصر، لكن هيبقى مش ايقاف مصر لا 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 مش هيبقى ايقاف مصر. ليه؟ لانه لو طلع قرار بالشكل ده تبقى كارثه، لانه الزمالك هيلعب في بطوله افريقيا صحيح يوم 16 او 17 صحيح، والاهلي هيلعب مباراه السوبر يوم 20 بالظبط. القرار هيقول لحضرتك لو سمحت اوقف اي نوع من انواع الانتخابات، واللوائح اللي موجوده عندك دي ما نشتغلش بيها، ما تمشيش معانا، والا احنا حذرناك لو ما ردتش عليا خلال 48 ساعه بالموافقه على ده انا بقول لحضرتك انك موقف. ده توقعي الشخصي. ده الاحتمال كبير جدا يحصل. لكن بقى انه حد يقول للواحد اجري اكتب في جورنان كذا، ولا اطلع في برنامج رد كذا، ولا طلع لي مش عارف ايه كذا، انا ما بحبش اتكلم لا في الزمن، رغم ان احنا تعرضنا للاسف الشديد للاتهامات، وصلنا انا فوجئت ان انا متهم بالفساد في بطوله 2006، رغم ان انا حتى ما كنتش في لجنه الطبيخ كانت موجوده في البطوله يعني، لكن للاسف الشديد فوجئنا ان احنا متهمين يعني. فانا بس بقول لك القصه عامله ازاي والحدوته عامله ازاي، وانا انتظر، لانه بس العادل طلع من المؤتمر ولا طلع من الاجتماع من نص الاجتماع عشان يبلغ الصحافه كلها انتصرنا انتصرنا، وقعنا 300 طياره للعدو، واحنا داخلين تل ابيب كمان اسبوع كمان 3 ساعات، لانهم عندنا هنا بيصيفوا معانا هنا في اسكندريه وقاعدين في حضننا في القاهره. اتمنى الناس تقرا، واتمنى الناس تسمع، واتمنى الناس تفهم، وانا اعتقد انه ده هيهدد بعنف ان لم يكن سيكون السبب في الغاء الانتخابات في الفتره المقبله في كل الانديه المصريه اللي مش هتجرى فيها انتخابات. مش هتجرى فيها انتخابات. وجهه ان شاء الله تعالى كل التوفيق للرياضه المصريه. شكرا جزيلا للاعلامي الكبير والصديق الكابتن احمد.